احنا ايضا يعني اليوم محاضرتنا راح تكون مراجعه للي اخذناه، اللي ما حاضر عنده فد شيء عادي راح نكتبه ان شاء الله، واللي موجودين احنا اللي اخذناه كله راح نعيده هسه. مثل ما قلنا لكم احنا عندنا يعني السيشن مالنا هو كلينيكال، يعني الثيوري لازم يكون شويه ويا الكلينيكال، بس احنا نركز على الكلينيكال والثيوري قاري، يعني تكتب الامتحان سمبل كويشن اباوت ذا ديزيز اللي احنا ممكن يكون ريليتد بالاكزامينيشن مالك. فيما يخص الكلينيكال حكينا البرنسبل اللي احنا راح تفيدنا كقاعده نستند عليها في كل اكزامينيشن لاي جوينت لاي باثولوجي ممكن يواجهنا. وهذه اعتقد كلكم تذكروها وتعرفوها البرنسبل اللي هي تقول لوك فيل موف باختصار، او نقول انسبكشن بالتريشن و موف. بعد ايضا نحتاج غير هذه ممكن نحتاج اديشنال تيست اللي يسموها سبيشال تيست، ممكن نحتاج اي انفستيجيشن اخرى اكوردنج تو ذا كيس، وايضا هاي تدخل بالضمن هذا اللاتري والريديولوجيكال اكزامينيشن. الانسبكشن اوف اني جوينت قلنا شنو اللي ممكن تخلي بالك حتى تطبق على الجوينت اللي تحصل؟ راح تشوف هل انه هذا نورمال او سوالينج، اذا هذا السوالينج تشوفه هل انه هذا لوكال سوالينج، ممكن يكون عنده سبتيتيريس نورمال هاي ممكن يكون دفيوز زين، هل انه هذا السوالينج ضمن الجوينت لو بيون جوينت ثاني لما يكون ضمن الجوينت اكو فالدفرنشال دايكنوست تخليها ببالك مو؟ ولما يكون بيوند ذا جوينت لاين هذا الموضوع اخر، ممكن يكون اذر ديفينشن دايجنوسيس تدخل فيها فاسكولار ديزيز تيومر الى اخره. اما لما يكون ضمن الجوينت قلنا ممكن يكون انفلامتري، ممكن يكون انفكشياس، ممكن يكون ديزيز تروما الى اخره. فاول شيء راح نشوف السوالف. ايضا شنو نشوف بعد؟ اي انفورمتي نعم قبلها إلى أقفة البروسس أي إسكالبريشن ريليتد للديزيز ممكن يكون يعني تشوفه. وبعد شنو قلنا؟ كلش مهمة أتروفي أوف مصل مهمة، وهذه بعدين احنا حكينا يمكن على الديرماتوم والمايوتوم هاي لها علاقة بالموضوع. فتشوف إذا أكو أتروفي بالمصل يو ديسكرايب إت، وآخر شيء إذا مثل ما قلت ديفورميتينج أقفة كل جوينت بيفد نورمال أي ديفيشن فروم ذا نورمال، هذا يعني اب نورمال معناها اكو فد باثولوجي، وممكن يكون هذا انديوس تروماتيك يعني، او ممكن يكون كونجينيتال مثل الني مثل ما حكينا قلنا اكو جينوفارس جينوفارس ايضا كاسفارس اي ديفورميتي راح نشوف. ايضا حتى بالسباين اكو فد نورمال كونتور اكو اب نورمال، يعني قبل يومين ودلت من عمر 17 سنه يعني انا ما اعرف اهلها ليش ما راجعين بيها. هي عندها فد بين هنا بالاكزامينيشن تشوف اكو فد هام سوالين يعني، اخذنا لها الاكس ري بالاكس ري واضح عندها فد ديفورمتي ديفيشن سكوليوزس كلش واضح، بس هي ما راجعين بيها الى يعني هاي اول مره. فقصدي انت مرات بالاكزامينيشن تشوف يعني بالانسبكشن تشوف. فهذه حكينا على الانسبكشن بالنسبه للجنرال. بعدها حكينا على شنو قلنا ورا الخطوه الاخرى البالبيشن. اي جوينت عندك تو امبورتنت ثينكس اللي هي تمبتشر وايت نعم، فعندك وايتنس يعني تمبتشر وتمبتنس. اي جوينت شوف اذا اكو التريش يعني اذا اكو فيفر ساين مال انفلميشن، وايضا تشوف اذا اكو عندك تندرنس، هاي كل وحده هسه راح نحكي. بعدها شنو قلنا؟ قبل سبيشال تيرم زين، فقلنا لوك فيل موف، الموف كل جوينت الى نورمال رينج اوف موشن، اي التريشن من نورمال هذا معناها اكو باثولوجي. وهذا هنا لها علاقه مثل ما قلنا لكم اكو بالديرماتوم والمايوتوم، وقلنا المايوتوم هي البارت مال المصل اللي سبلاي باي سيدر سباينال هير، والديرماتوم الاريا مال السكين اللي سبلاي. هسه بنحكيها شويه. وهذه لها علاقه يعني كل موفمنت هي ريسبونسبل عنها شنو؟ مصل. هاي المصل سبلاي باي سباينال مال طبعا بريفرال اكو هي سباينال، نرجع للسباينال اكو روت. فمثلا
interior. نعم يعني مثلا خلينا نقول الفليكشن مال الانبوت بس قول عنا مثلا سي 5 سي 6 والاكستنشن مثلا قول عنا سي 6 سي 7 فهذه ضمن الموفمنت بعد شنو نوب هاي كود جوين بعدين سبيشال تيست كود جوين اكو فد سبيشال تيست ممكن تفيدنا بالدايجنوستس يعني مثلا ني ممكن يجيك تروما سبورت انجري اكو فد سبيشال تيست بالدليل الشولدر طبعا هواي تيستات بس احنا ناخذ المهمة اللي تفيدنا يعني ممكن بالشولدر ممكن بالالبو اكو احسن كير اذا هاي كلها ما وصلت لنا للدايجنوستس ممكن انه نوصل اكو فد انفستيجيشن اكو فد كمان انفستيجيشن اللي كلها نحتاجها بس احنا مثلا الاي اس ار عندنا بالروماتولوجي مهمه السي ري اكتف بروتين هاي ساين مال يسموها اكيوت فيس اكتف ساين مال انفلاميشن الكومبينر بلاد كاونت ديفنشر كاونت الروماتوري فاكتور مهمه سيرام يوريك اسيد هوايه تفيدنا ممكن سيرام كرونيك هوسبيتال كالسيوم فوسفوراس هذا ممكن اي وحده يعني ممكن تشوف تي بي طبعا هذا غير موضوع اذا فكر انه هذا مدينه سي لا هواية
ماشي، ولا تخليها هجوم سريع بحيث انه ما راح تقدر تمشي، زين؟ اللي يتحول غير مكرر راح ينعرض. فهذه الهوتنس يعني التمبرتشر راح نشوف، وبعدين شنو قلنا التندرنس. التندرنس السايد مال البنيه شنو هي؟ تشوف اول شيء المصل، تشوف الليمف نود، تشوف صبع كلاوكلر فورسا، وبعدين تكمل الاكزامينيشن تشوف الثايرويد. زين؟ فممكن تبدي هاي اصابعك تشوف. وقبل يعني ممكن بعد رانج اوف موشن، رانج اوف موشن، رانج اوف موشن. احنا مثل ما حكينا اول شيء المريض يسوي شنو هو؟ الاكتف، اذا ما قدر يسوي الفاسس. فالنيت سهله، عندنا فكشن، اكستنشن، وعندنا لاترال روتيشن يعني، ولاترال بندنج او لاترال فكشن. فهسه احنا نسال المريض مثل ما قلنا هو من بده يسوي فكشن؟ بده يسوي مثلي مثلا زين؟ بس محمد انت اذا تنزل هذي نورمال تشين ويا تشيست مو هذا شنو هو شو يسمونه؟ فلكشن. هسه نورمال ما في داعي اسوي اني باسل مو لانه هو نورمال، بس لو افترضنا انه لهنا وقلت عندي بين انا ممكن اشوف زين احاول لما يصير البين نتوقف ماشي. هذا شنو هو؟ فلكشن. بعد اكستنشن رجع راسي محمد عفو. رجع راسك لي وين تقدر. هو النورمال شنو قلنا؟ برر مو صحيح هذا النورز وي اسف اوكي هسه اكستنشن اوكي بعد شنو النور؟ لا اطلب خلينا روتيشن زين هاي لا اطلب بيندك اوكي شقد قلنا تقريبا دقري 45 دقري اوكي مو شرط اكو مواد مذكوره هيك انه هذا اخذنا انا جربتها ما اعتقد احد يقدر يسوي هيك الا يصعد الشوطه مو فتقريبا 45 دقري والروتيشن نقول له باوع هيك على هاي الجهه اليمنى وبعدين هنا كل وحده بتقدر 70 الى 80 دقري ماشي. هذه شنو هي؟ خلصنا المومنت. شنو عندنا بعد؟ اي بس بشرطيات كلش هوايه يعني خاصه هنا اكو شيء مايكرو راديكولوباثي اكو مايلوباثي كثير فيترك لنا في النيورولوجيكال ديفيسيت مرات. فاحنا هسه ما نحكي عن نحكي على فد شيء واحد دائما يواجهنا من يكون اكو فد سيرفايكال او اي او ديسك بولارس او اكو روت كومبريشن. هذه اكو فد تيست يسمونه سبيرلينج تيست. اكو طبعا تيست اخر ادسون تيست هاي من تراسك اوت سندروم. اكو هير ليرمت يسموه اكو يعني هوايه فاحنا ما لنا علاقه هسه نحكي بس على السبيرلينج تيست زين. شلون ممكن نسوي سبيرلينج اس بي اي اس بي يو ار نعم ال اي ان جي. هذا نقول له للمريض يسوي لنا لاترال روتيشن ويسوي شويه اكستنشن واحنا نسوي فد بريشر على الاوكسيبت زين فور 1 تو 2 مينت. المفروض اللي عنده فد بريشر على الروف راح يصير عنده راديكولر سيمتوم يعني عنده نمدس باراستيزيا على السايت اللي هو يعني كومبلين قوم طلبت بس محمد شوية ليش هاي الطريقة أنا أسوي بس كده برجع مفروض فور وان تو مينت. هواية من الناس أول ما تسويه إنك أنا إيه خبرة يعني هذا معناه عنده غادي يكون بس هذا بس خلي على هاي الجهة نسوي شوية إكستنشن شوية لاترال يعني لاترال روتيشن نسوي برجع. المفروض اللي عنده روت كومبريشن راح يصير عنده رادي في الاوبتين اكثر شيء على السايت اللي احنا نسويه زين. نعم احنا نسوي اياه من جهه يعني فسرته على جهه واحده ممكن بالضبط. نعم اكو لا هو دائما يصير على جهه واحده يعني انا هسه مثلا من اسوي اياه هيك اكثر شيء يصير على الون سايت اي بس هو ممكن يصير يعني ممكن مثل الديسك ممكن على السكيب يعني
روت كومبرشن. احنا هسه اكو فد مثلا ديست بولرز بس هو مو مسوي بريشر على الكور. بهاي الطريقه انا جاي اندوس بين اندوس بريشر على الروت فيصير الكتريك لايك سنسيشن او انه يصير بعدين بين بسبب البريشر على الروت. ما هذه بالنسبه للسيرفايكال ريجن يعني امتحان ممكن عندها هاي بنسال وممكن احنا ما نسال هاي كلها من البدايه. مثلا ممكن اقول لك بس سوي لي اكزامينيشن اكزامين ذا موب يعني رينج اوف موشن اوف ذا سبيشن خلاص انت تبكي منه اذا انسبكشن تكنيك زين. وممكن فد سمبل يعني سمبل كويستشن ثيوري على النيك بين يعني ممكن يكون ديفرنشال يعني بس هو عنده ليميتيشن. شنو ممكن يكون ديفرنشال؟ ممكن يكون انفكشن ممكن يكون انفلاميشن ممكن تست كولا فون. هسه هذه السيرفايكال ريجن خلصنا ماشي. شنو بعد؟ نبدي بالسؤال من السباين او نبدي خلينا نقول الشولدر بنرجع الشولدر. عفوا الشولدر نفس الشيء. الانسبكشن هاي القواعد احنا حفظناها. اول شيء الانسبكشن بالنسبه للشولدر نعم اسامي تعليل ما اخبار examination of shoulder. أيام نرجع على الشين، قلنا examine بالنسبة للشولدر from the front, from the side, from behind. ماشي فأنا يبي from and front. شنو أشوف؟ هاي كلها علاقة بالشولدر. أول شيء شو يسموها stable clavicular joint. مو؟ from the clavicular joint, the clavicular, why the deltoid. ماشي؟ فهسا أنا أشوف بالسبعة clavicular force أيضا أشوف. وهنا هسه اشوف اذا اكو سوالين اذا اكو اي يعني اوبفيس سوالين بابل مو بابل عفوا هسه اوبفيس لمف نود سكار ديفورميتي اني اشوفها. ممكن يكون عنده فراكشر مثلا بعض الفراكشر يصير عنده ديفورميتي مو. وهاي انسبكشن فروم ان فروم اذا عنده اتروفي بالمصل اشوفها. هاي ممكن يكون نيرف انجري تروما ديسلوكيشن ممكن هذه من ان فروم. اوكي بس وين نباوع من السايد من السايد ايضا نشوف اذا اكو فد سوالينج اذا اكو اتروفي زين. هذا السوالينج ممكن يكون كالسيفايد تنجنايتس ممكن يكون انفلامتري ممكن يكون انفكشن فيوجن نعم بسبب هاي الديزيز ممكن هيماكروسس الى اخره. وايضا اكزامن فروم اشوف هل انه اكو سيمتريكال هل اكو سوالينج اكو اتروفي بالمصر اكو ممكن اوف سكاب بالهذا دي ممكن يصير يعني بسبب ال شنو شو يسمون نير هو يسمون نير بتكون سبب السنتير اللي هو لونج كورس وهذا ممكن. وهاي بعدين بالاكزامينيشن احنا نسوي كوش للبورد يصير لونجينج واو بس احنا بالنسبه شنو نشوف اذا مو اوكي واذا اي شيء هذا الاكزامينيشن فروم 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 سايد وات فروم بيهايند اوكي وراها شنو بالبيشن مو بس عشان هذا الشيء عندنا نسكاب هسه لا لا بالبالبيشن نبدي بال يسموها نستير مطلب كلير جوينت زين ونباوع. طبعا قبلها ممكن نشوف التمبرتشر ايضا مثل ما قلنا ونشوف اذا اكو فد ديفرنس اذا اكو انكريز التمبرتشر ودائما تو سايد. اوكي هسه الثانيه اللي بالبالبيشن قلنا التندرنس نشوف الستير مطلب كلير جوينت الكلافيكل الاكروميال كلافيكولار جوينت هذا ممكن يصير بي يعني ديسلوكيشن ممكن يصير بي اوستيوارثرايتس. ونشوف ايضا المصل اذا عنده تندرنس هاي بالنسبه للشولدر زين هاي بالبالبيشن. بعدها ننتقل الى شنو؟ الموشن مو مثل ما قلنا اول شيء البيشنت هو يسوي اكتب بعدين اذا اكو فلمنتيشن يسوي باس. محمد انت سوي مثل زين المريض طبعا هو قاعد وممكن يوقف بنسوي اول شيء شنو الموفمنت قلنا فلكشن ستيشن افلكشن نعم ستيشن نعم هسه محمد سوي مثلي طبعا هذه هو سواها نعم ممكن مره واحده زين سوي هيك هاي شنو سوى فلكشن واكستيشن فلكشن 180 تقريبا
extension حق يعني حدود 50 إلى 60 دقيقة. بعد شنو؟ abduction. هذا يعني المفروض هذه الار ويا الاير تقريبا هذا abduction. abduction تقريبا 50 إلى 60 دقيقة across the chest. بعد شنو عندنا؟ internalization of stem extension. بس محمد زين مستعجل سوى مرة واحدة زين هذه شنية؟ هذه الاكسترنال تكون هذه الانترنال ترتيبة تكون ويا الاستابيولا زين هذا نورمال ويا الاستابيولا هسا هاي خلصنا الموفمنت اكو شيء بعد اكو شيء كوندكشن بس هاي مو كلش زين شنو بعد خطوة أخرى؟ قلنا سبيشال تيست قلنا هواية بالنسبة للشولدر بس يمكن هذا نشوف السبيد تيست هذا فور بايسيبيتال تندنايتس هواية يدور زين فالسبيد تيست شلون المريض يسوي لنا الالبو اكستين اكستنشن والشولدر تقريبا يعني اباوت 90 ديجري بالفلكشن ايضا شيء احنا شو نسوي نقول للبيشنت انه يدفع ايدي اجينست ريزيستنس هاي الحركه اذا عنده بايسيبيتال تندينايتس راح يصير تسبيق بين هنا وراح ممكن انه نخلي بالنا انه هذا عنده باثولوجي اللي هو انه بايسيبيتال تندينايتس اكو طبعا لما يكون ربشر بالبايسيبس هاي قلت لكم حتى يسموها باباي ساين يعني هو يسحب ايده هاي كلش الى ربشر راح تبين زين خلال مال باباي مو زين واكو بعد تيست اخر اكو دروب ار هذا الروتيتر كف اللي هي كمان هوايه يسموها روتيتر كف تيست احنا شو نسميه تيست؟ نسميه دروب ارم او ارم دروب تيست البيشنت يسوي لنا ابدكشن يسوي ايش محمد؟ زين ونزل ايدك نعم اللي عنده باثولوجي لان راح يصير في الامبنجمنت هنا بالمصل ايش راح يصير عنده؟ سبيل بين فمباشره راح يصير عنده دروب يسموه دروب ارم او ارم دروب تيست هذا اللي حطيته كف كثير البقيه التيستات نروح بس لا هذه ما تحتاج هذه اكو للسوبر سباينال تستندنايتس يسموه هوفمان تيست بس يتذكر لي هسه احنا ما نحكي اكو هوايه وقت تيستات بس خلينا نحكي بس هاي اللي شويه هذا الشولدر خلصنا اذا كلها هذه ما وصلنا للدياجنوستس فشنو بعد؟ نعم بدنا الزي اس ار كومبليت سيروم الكرموبوستيز كلها ننزل شو بدي احنا نحتاجها مو؟ ما بتهمنا كلها ننزل الاكس راي طبعا الاكس راي المفروض دائما بعد 2 ويكس يعني احنا هسه يجي المريض يقول لك تفضل يقول لك اريد اشعه زين انت ما تعرف شنو هو جاي قبل يوم ضرر على اشعه اما هو ساينتفكلي المفروض البين لانه موست يعني روماتولوجيكال بروبلم اكثرها نعم سبونتينوس يعني هي نسميها يعني ريزولوشن فوري زين فاحنا يعني خطا هذا الموضوع اللي احنا قاعد نسويه بس هو المفروض بعد 2 ويكس فاحنا قصدي انه ممكن ندزه على اكس راي ممكن ندزه على ام ار اي الترا ساوند الترا جرام حسب الكيس اللي احنا يعني نواجهه هاي بالنسبه للشولدر شنو عندنا بعد شيء مهم؟ السباين مو؟ احد عنده شيء على الشولدر؟ ما عندي. البالبيشن احنا قلنا في التوب دائما هذه التمبتشر والتندرنس. بالنسبه للتمبتشر دائما كومبير تو سايد وممكن انه كومبير سايد مال اكزامينيشن ويا اذر اريا حتى تشوف الدفرنس. كنا نستخدم الدوزر مال الهان وتشوف هسه مثلا يجي مريض جاوت مثلا وبالاكيوت مو بس هنا ممكن يجي فاكيد راح تشوف انت في الكوكس مثلا فانت تخلي لك شويه وممكن تشوف السايد هاي البعيده بنفس الجوينت زين وايضا تشوف الجهه الثانيه شوف اكو هاي نفس ولا تندرنس مثل ما قلنا هنا شولدر اللي بدي لنا من الستيرنوكلافيكولار جوينت يعني هذا بارت من الشولدر الكلافيكول شوف دائما تباوع عندي ونشوف يسموها الاكروميو كلافيكولار جوينت هذا لان هذا كم يصير في او اي جماعه او اي بارت
ويصير تروماتيك ويصير ديسلوكيشن وبعدين تشوف المصل زين نعرف الدلتويد البايسبس فتشوفه اذا تندرنس زين طبعا ممكن هالشيء احنا نسيناه ممكن وياها كلها تشوف الليمفنود الشولدر ايضا مهم يعني ممكن تشوف اذا اطلقت البالبوكل ليمفنود الشولدر بالاكسده تشوف وهذه بالنسبه للبالبيش اكمل الشولدر بصوره عامه نحكي على السباين مو السباين شنو قلنا اكزامينيشن اول شيء هون ذا سايد باوع من الجانب وبعدين فروم بيهايند مو فروم ان فرونت مو والله شوف احنا ليش نقول المريض انه هذا الافضل وهو واقف زين بس اكو بيشنت انت تجي تسوي الاكزامينيشن هو ما يقدر يوقف فممكن تشوفه وهو قاعد اوكي بس هو المفروض هو واقف بس انت محمد راح يوقف واني اشوف الاكزامينيشن مال سباين فروم ذا سايد ممكن شنو اشوف نعم الكيرفتشر مال سباين نعم هو هنا اكو كايفوس يعني يصير انكريز هنا الكيرف ومن هنا يصير يسموها سوكيوس فاحنا نشوفه اذا هو يعني نورمال راح يكون واضح اذا اكو انكريز من يعني الكايفوس شويه راح نشوفه اذا من هنا فلاتنينج مثلا ممكن اذا انكريز الكيرف ايضا ممكن نشوفه فاحنا نباوع نشوف اي ديفورميتي من السايد نشوفه طبعا ايضا يعني المفروض هو البيشنت قلنا اكسبوز لازم نشوف ظهره يعني هاي كلها مهمه زين هسه احنا شفنا من السباين هنا ما شفت فد شيء زين اشوفه منين؟ فروم ذا فروم بيهايند خوش فشنو نشوف؟ نعم اول شيء نشوف يعني خلينا نقول البوستشر مالته هل انه هو نورمال لو اوف ديفيشن هاي الديفيشن بس قبل هاي طبعا هاي الديفيشن يسموها سكوليوسس ايضا نشوف اذا اكو سكار عنده اذا اكو فد مسوي عمليه قديمه ممكن يكون عنده سباينال بيفيدا مو هاي كلها تشوفها وتسكرايب ممكن اي ديسكفريشن عنده تشوفها ممكن هو سورايسس مثلا وهذا الباك بين جزء من البروبلم مالته ممكن يعني هاي كلها فنشوف السباين زين وبالانسبكشن حكينا على السكوليوسس اللي هو لاترال يعني ديفيشن لاترال كيرفتشر انكريز اذا قلنا اذا اكو سكوليوسس ممكن شلون اول شيء يقعد هسه هو عنده خلينا نقول سكوليوسس زين فشو يسوي؟ يقعد زين اذا هذا السكوليوسس شفناه راح معناه هذا بوزيشن اوت يعني ممكن يعني اكو فد بروبلم اكثر شيء هي هذه قلنا اكو فد بروبلم بالدوران يعني ليه ديسكربنسي يعني ممكن يكون شورتني ممكن يكون هو بوليو فيصير عنده سكوليوس من يقعد راح يروح هذا اذا بقى شو يسوي؟ يقول له بيني اذا هو بوزيشنال ممكن سبازم راح تشوفه يروح هذا السكوليوس راح يصير طبيعي اذا بقى لا هذا معناها اكثر بروبلم فيكس يعني ممكن يكون كونجينيتال عنده فورتشر كمان قبل يومين تعرف شفت هاي مريضه ايش بس هذه عفوا الانسبكشن اللي ما كملناها الخطوه الاخرى شنو هو؟ البالبيشن البالبيشن الافضل اذا المريض إذ نعم قاعد واذا هو واقف فمهم يعني ممكن تسوي اكزامينيشن بس لازم شويه اهم شيء تلزم هاي اللزمه حتى لا يوقع لان يعني انت قسم مثلا اذا تدفع اي جزء يوقع جزء اولد ايج جزء عنده فد مصل بروبلم فممكن بهاي الطريقه نسوي البالبيشن شو نسوي؟ اول شيء نبدي من نازل دارزل نسوي شوف السباينس بروسيس ونشوف الباراسباين المصر زين ممكن مرات نمشي ايدنا هيك فالكيس انا قلت لكم عليها يسموها سبوندلوستيسيس اللي هي فورورد ديسبيسمنت مال الفيرتبا موستلي ال4 على ال5 او ال5 على الاس1 هذه مرات انت بالاكزامينيشن تشوف اكو نافذ ستيب يسموها تتاثر وهذا تخلي ببالك انه في الباثولوجي كلش كثير تكون بالاكسترا يعني وهذه سويناها زين
ممكن تشوف رينال اريا مرات من رينال بروبلم هواي يجون هو يرجع على على كذا وبعدين يحولوا يمنا فممكن يكون عنده في الباثولوجي هنا ممكن شوي يسوي له بيندين زين وتسوي هاي هنا شوية بيركشن هنا إذا عنده مثلا فراكشر إذا عنده أوستيوبوروسيس هاي رينال أنجل إذا عنده بروبلم ممكن يصير عنده فت بين زين هاي حكينا إحنا قلنا هو واقف مو بس ممكن هذا الحكي كله يكون بالمريض وعيش على السريع زين وتشوف لي نفس الموضوع هذه البالبيشن بعد البالبيشن شنو أكو هذا البيركشن هنا نعم يصير نفس الشيء هو قاعد ممكن إنه يسوي بالبيركشن وبعد شنو النوع شنو نسوي نفحص موفمنت موفمنت شنو أكو شنو إكستنشن أو تراكشن رينج مو ديفليكشن تقريبا النوع ما شكل قلنا حد 90 تقريبا حد 90 لا الانفليكشن تقريبا هو يسموها فينجر تو فلور زين تقريبا من 10 الى 15 هذه النورمال بس اكو فاريشن يعني ممكن هسه فينجر كلمه شارب زين هذا نورمال وممكن بعد وممكن اكو اي ار وممكن اكو اكثر احنا قلنا لو الرياضيين اكو قسم مثل محمد هايبر موبيليتي مو هو ما عنده هايبر موبيليتي يعني باقي يسموه سندروم بس قصدي هذا ممكن مطار هذه البار مطخ بالقاع زين اكو هيك يعني هو اللي واعي بجمناستيك يعني اذا ما فاد الطب يروح لاعب جمناستيك زين وهذه قلنا الفليكشن بعد شنو اكو؟ اكو اكستنشن اكستنشن تقريبا هو واقف او هو قاعد اذا هي محمد يقدر عادي بس قلنا الفليكشن محمد ترسمي هاي ممكن الواحد يقدر يتحداك من برا ماذا سوى زين بس هو النورمال تقريبا اذا وصل لنا نعتبره نورمال للمد شافت خوش اذا اكو يعني اذا اكو مثلا هسه خلينا من هنا صار عنده فد بروبلم معناها اكو باثولوجي هاي بعدين نجيها على هذا التيست اللي قلنا معناها اكو فد بروبلم هنا هسه هذا ريفليكشن الاكستنشن تقريبا 50 الى 60 دقيقة هذا الاكستنشن خوش احكينا على الانفلامات اللي انتم ماخذيها واكو ميكانيكا انا لما يجيني هسه محمد يقول لي انا عندي فد باك بين شفت لي فد شيء بالقاع وصار عندي الم مو فانا راح اساله الهيستوري هذا شلون ايش قد صار ولا ايش هل انه البين هنا سايد مالته مهم لو راديشن للاور لين بلوني لو فقط هنا هذا كلها مهم بعدين اريد افحصه هذا اللي راح نجي على السبيشال تيست مو اكو فتو تيست هاي اللي حكيناها واحدة من عندها يسموها ستريت ليج رايزن تيست واكو شوبر تيست شوبر لما يكون اكو فد ليميتيشن بالموفمنت هذا يخلي بالنا الانفلامتري تعرفون الانفلامتري يعني كرونيك انسيديوس كون مو اسمه انكريز ات ريست وديليف باي اكسرسايز عكس الميكانيك بس هو هسه جا قال لي اني عندي شيء ثقيل وصار عندي الم هنا صار بالموفمنت هذا ما نخلي بالنا الميكانيكا لانه ما عنده شيء شنو نخلي بالنا قصدي نفهمها ممكن يكون عنده مثلا تيست كولابس شلون التيست شو يسموه؟ ستريت ليج رايزنج تيست مو؟ هسه راح نسوي المريض خلينا ان سباين بوزيشن المريض مرتاح بالسباين بوزيشن وهو من اسمه يسموه ستريت ليج رايزنج تيست يعني هذه الرجله خلينا نقول تمام هسه تبقى عدله انا شلون حتى تبقى عدله؟ اثبتها اخلي ايدي هنا زين بس الزم رجلها من هنا طبعا من هنا ممكن نسوي يعني مثلا هو هسه كومبلين هنا ومن ممكن نسويها من هنا وممكن نبني من هنا ماكو مشكله زين بس دائما تو سايد هسه انا راح اسوي انيبيشن لل وابغى اعمل انيبيشن ماكو شيء محمد زين اذا هسه هنا يعني فوق 80 درجه يجوز يقول لي صار عندي شويه فين هنا هذا نيجاتيف يعتبر ماشي هذا التيست يعتبر نيجاتيف لكنه اذا البيشنت سويت له ايج صار عنده فت بين سواء للباك او راديشن للدور لب شيء يسموه هذا يسموه بوزيتيف يعني ستيت ليف تيست بوزيتيف هذا ممكن يكون ديست كولابس وممكن ايضا يصير عنده فت راديشن بين يعني رجع على طول ماشي سويت هذه لازم اسوي الثانيه
12. زين طبعا ممكن احنا مرات شو نسوي؟ نسوي هذه من ننزلها نسوي دورس فليكشن زين بالفوت مرات يصير عنده في البين خوش. اذا عنده هو بين هنا وراديشن هنا وانا سويت له بهاي الجهه وصار عنده البين ايش يسموها؟ يسموها كروس سنتريت ليجازي تيست. المهم هي نفس الموضوع ما اعرف هسه صار عنده بين كمل تيست ما كمل هذا دائما ينسوه يعني ايش مره الامتحان كلش لازم نسوي يسموه ريفلكسز هاي مهم وقبلها احنا طبعا ننتبه على المصب لانه اذا اكو فد فجر على الروت واكو دنيا فايش ممكن يصير عنده اتروفي بالمصب فايش نسوي؟ نسوي ريفلكسز ريفلكسز شنو هي؟ ريفلكسز شنو؟ النيد والانكل مو النيد والروت الفور هذا تنين عام الثي الفور وال الفايس الفايس وين الطريقه ما قلنا ما هي طبعا هو السباين بوزيشن اكيد بس هذه ماشي هذه نخلي ايدي ايشن وهذا طبعا دائما هذا فلكسبل احسن يعني اذا وين اسوي؟ وين اباوع؟ على الكوادرس اتباوع هيك انا طبعا ما اعرف هاي الطريقه هم يمكن بالفيديو فيديوهات هيك يعني انا ما اعرف شوف هذه ممكن تصير بس ليش يشتغل هو قاعد يسوي بالعكس يعني فهاي الطريقه عرفت من هيك زين اوكي بس هذه نورمال شفنا ريفلكس ال 3 ال 4 قاعد تحصل نقدر نكمل ونبدا كومبير وصاير قاعد تشوفوا عمود بعدين نسوي الانكل هاي الانكل ممكن بهاي الطريقه وممكن مو ممكن هيك زين فوين نباوع؟ لانك وايد هيك يباوع عندنا هسه هذه بين هنا نباوع على ديسك من المصل وهناك نباوع على كواليسس مصل هسه قاعد تشوفون هذه قاعد تشوفون هنا نباوع بس هنا نورمال ما عندك شيء اكو مرات المريض لو هو في ستريس او شيء اذا ما شفنا هذه شو نسوي؟ يسموها هي انفورسمنت تيست بالضبط يعني هسه هو عنده طبعا محمل بس هسه اسحب محمل شوف مرات تكون واقع اكثر زين او اكو قسم شنو نقول له اذا هو هيك قسم وهذه يسموها ستريس ليك لازم تيست هذا كملنا عندكم شيء؟ هذا قلنا دائما يفيدنا اكثر شيء من الفولاكس ومشاكل اللي هو كلش كم اذا المريض مو هيك عنده فد انفلاماتري بين وصار قلنا فد ثلاث اشهر اربع وهاي الفيتشر مال الانفلاميشن فاحنا خلينا ببالنا انه هذا عنده فد ليميتيشن بالسباين يعني نتيجه الباثولوجي صحيح؟ شو نسوي؟ يا تيست شو بار تيست هذا يفيدنا بالفولو اب احنا هذا جماعة الانفلامتري ممكن يصير ليميتيشن جراجوال فيفيدنا بالفولو اب شلون نسوي التيست؟ المريض لازم يوقف مو؟ شنو قلنا التيب مجال اكو؟ طبعا اكو يسموه شوبر تيست او يسموه موديفايد شوبر تيست احنا نستخدمه نفسه هو بس نستخدم الموديفايد شنو الفرق؟ قبل كان قبل كانوا يستخدمون مقاول الخمسة بعد الاندكيشن مالتنا شنو هو؟ مثل ما قلنا اكو فد شيء يسموه بوستيريال اللي هي هذا زين هذا الانديكيتر مالتنا هنا فوق 10 سنتيمتر جوا 5 سنتيمتر بس احنا في هاي سوبيريال تسلم هذه سوبيريال بوستيريال اللي هي سباين خوش هذه هنا نسميه زيرو
وهذا الزيرو عندنا ونأشره. هاي 10 وقلنا نستخدم من الموديفايد هاي 5 زين. هسه شو نسوي؟ نقول للمريض يسوي بيمري فورورد، فالمفروض هاي اللي انا هسه 15 اي بعد طبعا محمد قلت لكم شويه عنده فهسه صارت على 22 تقريبا، يعني اكثر من 5 سنتيمتر. شنو هذه؟ نورمال. هذا نورمال. اذا مثلا هاي 15 انا لقيت هنا على 17 معناها شنو؟ اكو ليميتيشن بالبول مو؟ هاي الحمد لله. فهسه هذه عرفتوها مو؟ شوبر تيست هنا 10 خليها على هذه بورتيل سبريد سباين، فوقها 0 وجواها 5 تلزم هذه واوعد 15 هذه وين راح تصير؟ من يدمر ماكو يصير يعني متى يصير 17 هاي معناها 2 سنتيمتر معناها اكو ليميتيشن. إذا مور ذان يعني 5 أو أكثر معناها هذا نور زين. هذا يسموه شوبر تيست. هذا في الانفلاميشن يعني بالانفلامتري أكثر من بالنسبة للسباين تقريبا كملنا هل عندك فتشين؟ تتذكر فتشين نسيناه؟ هسه وين وصلنا؟ على الني مو؟ الني مهم عندنا بالاكزامينيشن مال الني نفس البرنسبل اللي حكيناها، بس هنا بالبدايه من نفحص الاكزامينيشن مال الني نعم يعني اتس بيتر انه نقول له فد يمشي فد خطوه نشوف الجيت مالته يتمشى المريض شويه ونشوف الجيت مالته بس هاي بالبدايه. بالانسبكشن راح نشوفه ممكن هو بالستاندينج يكون افضل طبعا راح نشوف اذا اكو سوالينج اذا اكو بروسز اذا اكو ديفورميتي اذا اكو اتروفي بالمصل زين كلها راح نشوفها. الديفورميتي قلنا ممكن يكون جينو فارس او جينو فارس هاي موست كمان ديفورميتي اللي راح نشوفها. وايضا ممكن انسبكشن ايضا نشوفها فروم بيهايند ليش هنا مرات ليش هذا السيست كلش تكون واضحه بالبوستيريال وهذه الاكزامينيشن بالانسبكشن. بعدها شنو؟ بالبيشن مو؟ البالبيشن الاحسن انه المريض طبعا مو الاحسن، المريض لازم يعني يقعد من احنا شنو قلنا بالبالبيشن بالني؟ تمبرتشر تندرنس. التمبرتشر مثل ما قلنا طبعا المريض مثل ما قلنا انه اكسبوز بحس 18 دقيقة ليش؟ تنشف الكواليسيا في مصر فنشوف التمبرتشر دائما كومبير طبعا مثل ما قلنا ممكن هسه شلون كومبير ويا ارسال سائل مباشرة هنا زين وممكن كومبير السايت مال الجوينت ويا شوية نشوف شو اكو وهاي دائما يقول لك لا تنسى الموضوع مال الباندجينج مرات يجيك مريض وشال باندج ويفتح فانت تشوفه هوتنس يعطيك الفولس كونديشن وهاي تسال عنه اذا اخذت كولدنس هذا ممكن هواي يعني تفتشر دايجنوستس خاصه جامعه الاثيلوسكلوسس وغيرها زين بس هاي بني اول شيء قلنا البالبيشن بعدين شنو يعني قصدي الفورتك بعدين تندر نعم التندر بس ممكن تستخدم وان فينجر او ممكن تستخدم هاي فينجر تويتر فتبدي بال اريا اول شيء باتل ليجمنت هاي يسموه جوينت لاين هذا اللي يعني بين التيبيا وبين الفيمر هذا جوينت لاين تشوفه دائما تشوف المريض باوع له زين هذه دائما قلنا كومبير ويا ابر سايد بالبالبيشن هنا شيء مهم شيء يسموه اذا اكو فيوجن نعم يسموه البالوتمن تيست او الفاتيلر تاب زين هاي شو تسوي؟ انت تسوي سكويز للفلويد لان دائما الفلويد دائما الفيوجن يكون مور اوبفيس بالسوبرا باتيلا باوتش اكثر فتسوي هاي ايده تسوي شفتين من الفلويد زين وبعدين تقدر تستخدم اصبعك وتشوف اذا اكو فيوجن راح يكون كلش واضح عندك ثاني نفس الشيء
ممكن طبعا ممكن تستخدم هذه، بس انا اشوف هذه ممكن قديش احسن اسهل تبين اول. هذه شنو هي؟ بالفيشن قلنا التمبرتشر والتندرنس ونسوي بالوتمنت تيست اللي يسموها باتل ارتاب. اكو طبعا هوايه وشفتنج واكو فلويد سبيسمنت ما ادري شنو تقريبا نفس الفكره احنا هم. هسه شنو اريد اشوف بعد الاكزامينيشن؟ موفمنت ريج اوف موشن. شنو اكو موفمنت؟ فليشن اكستنشن. فليشن اكستنشن زين. انترنال اكسترنال فليشن؟ ماكو هنا بالهيب بون زين. طبعا هذه يعني ايضا بالاكزامينيشن فالشيء الحلو انه انت قبل ما تسوي الاكزامينيشن مال الني ممكن فد رابيد اكزامينيشن للهيب، لان ممكن يكون هذا البين اللي هنا ممكن يكون من هنا. جماعه الاو اي دائما يصير عندهم فد بين انتيريور مو اكو هنا ذولي جماعه الجليتر فكنت بيرسايتس وغيرها ايضا تجيب تشكيله من اللاترال الميراج الباراستاتيك. يعني ممكن يكون هو البين يقول لك هنا بس هو ممكن يكون الباثولوجي بالهيب. فانت ممكن فد رابيد اكزامينيشن للموفمنت قبل ما تسوي زين. بس هذه الانترنال والاكسترنال مال شنو؟ مال الهيب. حتى لو ستريت ليك رايزنج تيست ممكن تبدي هنا قبل ما تسوي ستريت ليك رايزنج تيست ممكن. بس سوينا هذه نجي على الموفمنت مال الني قلنا فليكشن والاكستنشن. اول شيء المدير هو يسوي الاكتف بعدين باسل. بس محمد تسحب مكانه يعني نورمالي تقريبا هاي الدستنس بحدود 15 الى 20 سنتيمتر. ممكن اكو قسم هذا يقدر يخليها تطبخ هنا زين، بس اذا ما قدر هاي النورمال. هاي شيء يسموها فلكشن. اذا المريض ما قدر ممكن عنده فد منسكر انجري ممكن عنده يعني فراكشر احنا نحاول بس من نشوف اكو بيل خلص ستوب. هذه شنو هي فلكشن؟ الاكستنشن ايش قد؟ 0.5 يعني هذا فاريشن. خلصنا نجي على هسه شنو هو؟ سبيشال تيست اللي حكيناها سهله يعني. اي كلش كمان خاصه اللي يلعبون طوبه يجون او انه حادث يعني تروما وقع من درج يعني قصدي تروماتيك انجري للني يصير عندهم ليجامنت انجري ليجامنت تير زين. الليجامنت اللي موجوده اللي تنطي الستيبلتي للجوينت شنو هي؟ زين ميسكاس زين. بس نجي نحكي على الانتيريور والبوستيريور كروشيات انتم شايفيها اكيد بالصور هنا الانتيريور يعني يصير جوا والبوستيريور. فاكو تيست شو يسموه؟ حتى نفحص الانتيريور يسموه انتيريور دراور تيست زين، والبوستيريور يسموه بوستيريور دراور تيست. نثبت رجل المريض طريقتين، اما بهاي الطريقه او الاسهل تقعد على رجل المريض خلص. شو تسوي؟ تسوي يعني رجل عليك يسموها دراور تيست دراينج. اذا شفت اكو لاكسيتي اكثر من 2 تو 5 سنتيمتر هاي معناها انه ممكن هذا يكون عنده بدو بروبلم. طبعا الافضل انه كومبير ذا ارسل والبوستيريور بالعكس السر طبعا نشوف ماشي. بس هاي يسموها انتيريور بوستيريور شنو؟ دراور تيست دراور تيست. اللاترال والميديال واللاترال ليجامنت الاسم ما اعرفه بس ممكن تلزم المريض بهالطريقه هذا تثبت رجله زين. تفحص الميديال واللاترال تدفع العفو هسه هاي بالعكس هسه انا جاي افحص هذا العفو اللاترال هسه هذا اللاترال ادفع عن وورد لاترال زين اكتب بالعكس واللاترال ليجامنت والميديال بالعكس ممكن ادفع بهاي الطريقه او استخدم هاي الطريقه احاول اشوف المريض اذا عنده فبين ستوب ماشي. هاي بين اللاترال والميديا كولاترال ليجامنت كانت مو هسه ندخل الرجل للداخل مو راح يصير ستريتشنج للاوتر بالعكس لسه احنا بنسوي هيك هو حيكون ستريتش للداخل الميديا لا هذا اللاترال يعني هسه من قاعد نسوي هذا الطجر؟ هذا يصير سبيس اكثر بس السفلتش هنا يصير دكتور مو انت من هناك الرجل تسحبها هيك طلعها على برا ها؟ يعني هسه هذه هاي شنو هذه؟ يعني الميديا هاي الميديا؟ اوكي يمكن صح هذا الميديا وهذا اللاتر يعني؟ يعني صح 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 انا
هذا للأفضل. نعم لأنه راح يصير ستة إلى نعم بالضبط، وهذا ميتر مضبوط. أنا حكيت بالعكس على النسبة صح؟ زين بس أوكي مثل ما قلت، بس ميتر للأفضل هذا راح نفحص ميتر، وبالعكس راح نفحص الأفضل. هذا راح يصير ستة على الأكثر من الحصة صحيح. زين وبعدها شنو هو المينيسكس؟ المينيسكس إن شي يسموه تيست مكملي، مكملي تيست. نعم مكملي تيست نسويه نخلي دي أها شفنا أثبت هذه والمريض أسوي فلكشن زين إلى 90 ديجري وألزم رجله بهاي الطريقة هنا خلي نفوش هاي اللي نسوي الميديا منسكاس قد يقول أسوي هاي شيء يسموها internal or external rotation. external بالضبط أسوي هاي external rotation وأنا لازم المريض بهاي الطريقة أسوي له extension وأشوف المريض إذا صار عنده فتين وإذا صار عندي كليك إيدي يعني جوا إيدي هذا معناه إنه عنده يسموها lateral meniscus. التست يسموه مكمل تست ماشي زين. هاي ني كملنا، أحد عنده شيء عني نسينا شيء؟ نعم نعم المكملي مو شو المكملي دكتور بعد البيشن طبعا بالسباين بوزيشن نسوي فلكشن للني تقريبا وللهب حدود 90 ديجري. أنا هسه لازم المريض بهاي الطريقة حتى أسيطر عليه وإيدي الثانية وين؟ على الني حتى أسويها ستيبلايزيشن. أنا أضرب حصص الميديا منسكس زين بالميديا اسحبها بالعكس. انا حكيت على اللاتر هو هاي هنا الميديا اسحبها بالعكس يعني اسوي له ابدكشن وانترنال روتيشن وبعدين شنو اسوي شوي شوي اسوي اكستنشن وانا بروح على المريض. اذا صار عنده فتين اذا انا حسيت في الكليك جو ايدي هذا ممكن يكون عنده ميديا منسكال انجن. هذا طبعا بعدين ندزه على الكروسكوب او ام ار اي يعني حسب المتوفر. اللاترال بالعكس نفس الشيء هاي الطريقة لازم هنا راح أسوي لها external rotation و extension. إذا صار عنده فتين أو فليك هذا ممكن يكون عنده بالستار يسموه مكمل تيست. نفس السؤال زين هسه تقريبا تكملنا الني هاي الميجر كلها حكيناها مهمة. هذا بعد شنو عندنا؟ شين على الالبو شويه مو جاي والهان زين تقعد يمكن بس الالبو الاكزامينيشن نفس الشيء بالنسبه للانسبكشن. نعم هذاك بالضبط واشين شوفين العيال هو مسخن اصلا. لا لا اذا هو مسخن اصلا بدون حمد يا حمد في شويه عايزه اوكي شغلتت فيها. بس نحكي على الالبو. الالبو قلنا الانسبكشن نفس الشيء راح نشوف اذا اكو اي ديفورميتي اي سوالينج اي سكار كلها ديسكرايبد هاي مو كلش مهمه. الباثولوجي اللي حكيناها بالنسبه للالبو قلنا اكو تو كمان شنو هي؟ نعم هي اكو اثنين كلش كمان هاي على اسماء الرياضه نعم تنس وجولف. بس احنا قبل خلينا نحكي على الريفلكشن والاكستنشن يعني الموفمنت بشنو النوع؟ رونيشن يعني الموفمنت شنو هي مال الالبو؟ هاي ريفلكشن مو الحمد لله سوي ايش؟ اكستنشن بعد شنو؟ Supination. 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 Supination.
شنو هي؟ تنس البول جولفر. زين؟ طبعا اكو نوع اكو المر تنل سندروم اكو غيره بس احنا نشعرها كمان. شو يسموها اللاترا شو يسموها؟ التنس البول شو يسموها؟ لاترا كونديلايتس. والميديال يسموها ميديال كونديلايتس. هذا الجولفر سندروم هذا يسموه تنس البول واضح انه ليش يسموها يعني على الرياضه مو؟ زين. احنا ما حد يعني مو الا تنس بس ممكن اي يعني اكتيفيتي ممكن نسوي مو زين الاكزامينيشن اكو هوايه يعني اكو واحده من عندها مثلا يقول لك سوي هالشكل مثلا سوبينيشن وفلكشن يسوي هيك راح يصير عنده في السيفير بين وبالعكس احنا هاي عفوا اكو في التيست يسموه تومبسون تيست زين هذا اسهل انا يعني اشوفه دائما انا استخدمه نشوف اذا اكو عنده لاترال او ميديال ابيكونديلايتس المريض هو قاعد وبال يعني الالبو بالاكستنشن وبرونيشن زين وش يسوي؟ يسد ايده هسه هو راح يسوي دورسيفلكشن وفلاتيفلكشن اجينست ريزيستانس فهسه اول شيء راح يصعد ايده وانا ما اخلي انا الزمه بهاي الطريقه عمل صعد ايده اللي عندهم شوفوها هواي اللي عندهم تنس البو راح يصير عنده في السبير بين هنا زين اذا بالعكس نزل ايدي اللي عندهم ميديال ابيكونديلايتس يسموه جولفر سندروم راح يصير عنده سبير بين ماشي وهذه يسموها ميديال لاترال ابيكونديلايتس تنس وجولفر سندروم ماشي هذه بالنسبه للالبو طبعا اكو تيست اخر يسموه تشير تيست هاي هيك يعني بس للمعلومه تلزم الكرسي تقريبا 3 كيلوات 4 وتشيل الاحشره هاي دقيقه راح يصير عندك سيفير بين هاي بالنسبه للتنس البو زين خلصنا الالبو احد عنده شيء؟ نعم اي ها دكتور شو فيه هو هذا الجوينت هذا بي هذا الميديال اللاترال ابيكوندايل والميديال وهذا الاولوكرينال هذا بالبالبيشن احنا اول شيء نشوف التمبريتشر نفس الشيء نشوف اذا اكو دائما كومبير ويا ويا ديستل يعني ديستنت اريا زين نشوف اذا اكو هوتنس راح نشوفه ودائما ايضا عندنا كومبير ويا الاذر سايد مو وايضا نشوف اذا اكو في التندرنس ممكن نبدي من الميديا الابيكوندايل وهاي الميديا بالتنس البو كلش راح تكون كمان وبالهاي اللاترال وبالميديا بالاوريكرون هذا يصير عندها الكرون بارسايتس كلش كمان ايضا بالتروما ونشوف هاي الترايسبس هنا ونشوف الوصل إذا اكو اي تندر بس نشوفها بالنسبة للبالبيشن زين الموفمنت قلناها فليكشن اكستنشن كورنيشن سبريشن والكومن باثولوجي هاي التنس البو والجولفر سندروم ماشي هاي بالنسبة للبو شنو بعد عندنا؟ نجي على الهاند مو؟ الهاند بيها شوي حكي لها علاقة بالش ما احنا حكيناها ذيك المرة قلنا مثلا الباثولوجي اللي ممكن يصير او الديفورمتي اللي يصير بالروماتويد ارثرايتس شنو هي؟ سواني ديفورمتي بطنية فاونر ديفيشن نعم بطنية واكو هم الزد ديفورمتي هذا يصير بالاو اي ويصير هيك يصير هنا هذا الزد زين هذه يسموها الديفورمتي اللي يصير بالهاند السوان نيك شلون عندك هنا تندن كب تندن يعني تحرك اصبعك السوان نيك والبوتينير مو السوان نيك شلون يصير؟ شو يصير؟ يعني نعم يعني هذا شو يصير؟ هذا يصير هايبر فليكشن هذا ديستال هايبر فليكشن وهذا يصير هايبر اكستنشن البوتينير مهزوفه بالعكس قلت لكم هاي يسموها وقع السجود مرات في العربيه حتى ما تنساها هذا البوتينير وهذا السوان نيك بالعكس واكو شنو قلنا الارنر ديفيشن زين الارنر ديفيشن واكو طبعا يصير هنا سوالينج بالميتاكارب وفرنجل جوينت هذا يصير ساين اوف وايتس يسموها والزد ديفورميتي ايضا هذا ممكن يصير بهاي الطريقه يصير اصبعه هيك زين هذه الديفورميتي اللي يصير بالروماتويد هاند كمان طبعا اكو نوب يعني ممكن يصير عندك كارب تانل سندروم هاي يسمى جي ان نجي على اكو فد كمان ايضا بالهاند نشوفها اللي هي هسه هاي السوسجي وين نشوفها؟ السيرونيك تشيل السرايد مو؟ نعم هاي ممكن نشوفها
يسموه هذا التلايت اسمه زين. قلنا كل الديفورميتي اللي ممكن نشوفها بالهاند هاي خشيناها، اكو اذر باثولوجي الى علاقه هنا بالهاند، شو يسموه؟ كاربل الى علاقه بالنيرف، كاربل تانل ميديا نيرف كومبريشن، كاربل تانل سندروم ميديا نيرف كومبريشن. نعم زين، الكاربل تانل سندروم ليش يصير؟ زين احنا جبنا نوصل وين على التيست اللي نسوي اياه. اكو هواي يجون يقول لك اني ايدي خضراني خاصه بالليل، يقول لي قاعد من النوم خاصه بالهاوس وايفز هواي يصير. زين فشو نسوي؟ يسمونه نعم تنل ساين وفنل فالين تيست. الفالين تيست شلون؟ بالضبط اي هذا هذا اني انديوس الرجل على كربل يعني كسر تناكل يسمونه، وقاعد يصير طجر على الميديان نير. انتظر لمده دقيقتين تقريبا واشوف. الحمد لله سوي ماشي بالضبط. انتظر تقريبا دقيقتين زين واشوف. اذا المريض ما يقدر لاي سبب انا اقدر اسوي لي اياه انا الشكل اسوي لي تقريبا، واذا قسم ما يقدر الشكل ممكن بالعكس زين. وهذا يسموها فالين تيست. ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا نعمل فالتيزي على السايت مال ديستريبيوشن مال ميديان نير اللي هي وين؟ 3.5 زين. هذا يسموه كاربل تانل سندروم هاي الاكزامينشن مالته. اكو التيست الاخر شو يسموه؟ تانل ساين او تانل تيست. هاي شو تسوي؟ تسوي تابينج على السايت مال الميديان نير زين، اما باصبعك او تستخدم الهامر. راح شو يصير عنده؟ كانه مثل الكهرباء يقول لك الكتريك لايك سنسيشن تصير بالاريا مال ديستريبيوشن مال ميديان نير، مو شرط على كلها، ممكن يقول لك بس هنا او بس هنا يصير زين. وهذا يسموه كاربل تانل يعني السندروم هذا السبب مالته على الميديان نير. اكو مرات يجيك مريض هذا هيك زين وعنده اتروفي هنا، عنده اتروفي بالترايسبس هذا يسموه ريست دروب. ليش؟ تشيل ريديال نير كوز مالته هوايه تروما. هذا يسموه ساتردي نايت باسيت بس مش يقعدون يصير فرجر هنا تروما جنجليون فراكشر شاف مال اليوم مره صار في المجتمع فشنو يجي؟ يصير عنده ريست دروب يسموها هذا مال. واكو كلوهان الايطالي يصير هنا هايبر فليكشن بال يعني بالبروكسيمال وبالدستر وخاصه هذه التو فينجر هذا مال ياهم زين. جينا على الفانكشن مال الهاند مو؟ قلنا اذا بدنا نسوي اكزامينشن الفانكشن مال الهاند طبعا هاي احنا بنحكي عن اكزامينشن احنا قاعد نقيس السنسوري والموتور زين. ف اللي تذكروا حكيناها قلنا اكو فد ستيبس اول شيء يسموها بنش جريب زين. المريض يعني يلزم دمبوس بايده ونشوف اذا يقدر او ما يقدر. اذا عنده فد يعني سنسوري او موتور بروبلم ما راح يقدر يلزم زين. اذا هو مثلا روماتويد هاند وعنده فد ستيفنس ما راح يقدر. قصدي احنا الفانكشن اول شيء بنش جريب، بعدين شو يسموها؟ مثل ما قلنا يسموها ثامب تو سايد اوف اندكس جريب. لازم المريض سويتش اول شيء ونشوفه زين. يلزم هذا السويتش مثلا وانا احاول اسحبه. اذا هو عنده فد بروبلم اكيد ما راح يقدر. بعدين شو يسموها؟ بالراس يلزم فد شيء هذا الشكل بهاي الطريقه انا احاول اسحبه هذا يسموه بالراس. بعدين شو يسموه؟ بالمر براس بالدامنت اوبجكت خليه هي. واخر شيء يسموه اكو اثنين اكو هوك جريب يلزم علاقه زين هالشكل زين يعني شلون يلزمها بهاي الطريقه واصابعه ويشيلها. واخر شيء شو يسموه؟ جريب باور. هاي نستخدم جهاز الضغط نجيب الكف ونصعد السفنكمومانوميتر هذا الجهاز نصعد الشاف مال الزئبق الى 20 وهو يسوي براجر. المفروض النورمال وين يصعد؟ على 200 لل 200 اذا اقل يعني معناها عنده فد باثولوجي زين. اكو شيء اخر حكيناه يمكن قلنا اكو فد كمان هذا يواجهنا الكويربيان تينوساينوفايتس مثل ما حكينا زين. التيست مالته يسموه فانكاستاين تيست زين. هاي اكو تو مصل اللي هي اكستنسر كاربي راديالس لونجس وفلكسر كاربي راديالس واكستنسر كاربي راديالس بريفس. هاي الانزيرشن مالته يصير هنا فد باثولوجي زين. يجيك المريض عنده فد سيفير بين هنا
زين شلون تحطه؟ تسوي فنكلشتاين تيست يسموه بالضبط، يسدي له بهاي الطريقه وانت تسحب هي هو طبعا راح يشوف المفتاح المريض وتسحبه راح يصير في السيفير بين يعني اللي عندهم كلش في السيفير بين بحيث ما يقدر هو التريتمنت مالته طبعا فيست ولوكال انجكشن يعني زين حكينا على الدرماتوم المايوتوم تذكرون الديستريبيوشن هاي قلناها مو يعني هسه هنا مثلا احنا شنو القصد خلينا نقول لك اكزامينيشن سنسيشن مال السي 5 مثلا الاريا مال السي 5 لازم تعرف وين وين هذا مو هنا شنو هو هذا الانديكيتور مالتنا سي 7 بعدين سي 8 سي 1 وفي صار سي 2 تي 3 بالنسبه لللور اللور نبدي بالال ال 1 L2, L3, زين L4, L5, S1, جوا S1 هنا زين هذه هاي مهمة طبعا بعدين إذا واحد يدخل يجوز بالنيورولوجي ما يعرف شو الكيمياء ولا لا يعني هسا مثلا خلينا نقول الهب زين اللي يجهزها مثلا السوس بصل اكو تسوي لنا والجلوتيس ماكسيموس والكوادريسيف هذه مثلا من نسوي فلكشن هذا اللي مسؤول عنه هو ال2 ال3 والاكستنشن ال4 ال5 زين يعني احنا هنا نبدي من ال2 ال2 3 4 5 زين هاي ال2 ال3 هاي 4 5 منا ننزل وحده نسموها ال3 نبدي من ال3 ال4 ال5 اس1 يعني شنو هو الفلكشن والاكستنشن من اللي يسويها هنا طبعا الكوالي سيرس هنا والله ما ادري لوكم بيها جوا نبدي احنا مو قلنا ال2 ال3 هناك راح نبدي حتى من نسمي ال4 هنا منو ال4 ال5 اس1 اس2 بلانتر والدورسي فلكشن هاي يمكن ما ادري احكي لكم يا نيورولوجي احنا تهمنا يعني الروماتولوجي بالنيورولوجي يحكوا هنا بس دكتور بس انكر يا نيرفانو هذا احنا شوف حتى ما تنسى دكتور هنا ال2 منا نبدي ال2 ال3 4 5 يا 4 زين منا ال3 4 5 اس1 هناك راح نبدي منين؟ ال4 5 اس1 اس2 فانت راح تبدي مثلا يسموها الدورسي فلكشن راح تبدي من ال4 ال5 هاي اللي مسؤوله عنها طبعا هي لها تبيالس انتيريور مصل منا الجاز الاوكتيميس مصل المصل مال الجاز هذه ال اس1 اس2 لا شنو استنشن أو يسموها يعني بلانت كونتراكشن نعم أخذت لك لينير نيرز مو إيه هاي أكيد هو راح يسألكم عليها إحنا يعني جروب قبلكم يعني أعطيتكم هذه أعطيناهم الريفلكسز والإكزامينيشن مال الأبر واللور يعني شلون تبدي بالتون والريفلكس مو والباور الكوردينيشن اخذتوها تطبيق الفنون اذا هاي اكيد راح يسالكم عنها زين فهذه اوكي يعني احنا شوي امتحان نسويه بس الروماتولوجي راح نسال ضمن هذا الحكي اللي حكينا الثيوري لكم يعني بالقاري حسب الكيس اللي تجينا يعني مثلا اقول لك هذه عنده فت بين بالفيرست ميتاتارسوفارينجال جوين عنده بين وسوالينج وبعد كل هاي بيخليك بس هو انت قلت اول شيء نعم ممكن يكون سبتك ممكن يكون كريستال انديوس يعني جاك جماعته ممكن يكون تروما ممكن يكون بلد ديزيز الى اخره زين شلون نسوي يعني الاكزامينيشن شلون تعرف انه هذا جاك لو سبتك بالمؤمن شلون تشوفه بالمؤمن نعم اي اول هيستوري نعم مهم زين والانفستيجيشن مهمة شو نسوي الانفستيجيشن حسن؟ اسباريشن كريستال اسباريشن مهم زين ونشوفه نسوي اذا نسوي كلتشر اند سنسيتيفيتي اذا اكو بكتيريا ريفلكشن راح يبين هذا معناه سبتك اذا كريستالز بينت عندنا هاي البرومبا هذا معناه هذا التريتمنت هنا شنو يختلف مو؟ اذا هو انتي بايوتيك نبدي بارانتكول طبعا هابي دوز واذا كولتشيسين نعم يعني واحدة من مثلا نعم كولتشيسين كول يعني يسمونه ايس الفيورين ستيرويد نسوي لوكال انجكشن مال ستيرويد زين
قالوا في دور ما تنطيمو بس كانت كده تاك إذا ركبت تاك إذا نيوستون يوريك أسد نعم وتنطيل يوريك أسد تنطيل قالوا في دور أنت بعد 2 ويكس مثلا لأنه بالأكيوت من تنطيسة وهو أكزيسة لا ما تبدي أنت بالنسبة لألو في دور بالأكيوت ما تنطيل بعد ممكن إيه بس باي الهجرام قليلة شكرا شكرا نعم مضبوط يعني هذا قصدي مثلا يجيك بلي عنده فد نايت سوات يعني نايت سواتينج وعنده فد فيبر وبين وعنده باك بين هو اولد ايج هتخلي بالك بفنشل ممكن تيمس باين ممكن يكون تيومر زين يعني الاوستيوبروسس والاوستيوبينيا وغيرها ممكن تخليها بالك او السيناير اللي يجيك جيبس مثلاً الأنجولر كايفوسس شنو هذا خلي بالك هو التيبي مثل ما قلنا أو فراكشر سباين أما غيرها إحنا الكرايتيريا عندها شوية قوها مال الروماتويد إنها لازم تحفظ هي سبعة مون تعرفوا هاي المكتوبة مون ستيفنس الأرثرايتس مور ذان ثري جوينت سيمتريكال فايروكليكارتيريا سيمتريكال سنوديو الديفرنس بين الانفلامتري والميكانيكال ايضا مهمه مو يعني بالنسبه للانفلامتري الانفلامتري دائما الانسيديوس يعني ما يكون اكيوت يعني مور ذان 3 مانس ممكن يكون اكثر شيء بالدواء الطاق بالاسبان هذا اللي ليفد باي اكسرسايز يعني يقعد لك الصبح يقول لك انا ظهري يوجعني ويبقى ما يقدر يقوم زين ومن اتحرك من العب رياضه من اسبح اصير زين هذا معناها تخلي بالك انفلامتري زين اكو يقول لك يعني هاي حتى بالكراتيريا مكتوبه انه ستيفنس نعم الاي اتش مالته دائما اقل من 45 او 40 مو الموفمنت يصير ريستركشن بكل الدايركشن ذاك طبعا احنا المحكي اللي بعد قلنا انه هذاك اكيوت حسب الهيستوري او الهيستوري مال ليفتنج هيفي ويت هذاك انكريز انكريز باي وورك هذاك باي ريس بليف وانكريز باي اكسرسايز هنا بالعكس زين يعني هاي شويه شغلات بسيطه بس مهمه يعني هاي بالكلينيكال تمرن هواي زين اما غيرها هي تجينا يعني هسه احنا عندنا كيسات مثلا اس ال اي والاس ال اي هم مهمه انتم ماخذيها بالثيوري ممكن الكرايتيريا السكن راش مالتها هاي شوي مهم الانصار والى اخره اكو كيسات راس الفيروس تجينا موجوده يعني عندنا مريض قبل فتره بيجنر جرانجلوماتوسس بس هاي كل الشرير يعني ما تجي هواية السيستمك سكلروسس عندي اكثر من مريض عن السيستمك سكلروسس يجون هذه مو مهمه احنا اذا نحكي على كلينيكال بالنسبه للكلينيكال قصدي هاي اللي حكينا كله مهم واعتقد سهله والامتحان يحتاج واحد يرتبك يعني مبين هسه انتوا انا متاكد هاي اللي حكينا كله هسه عرفتوه وطبقوه بس واحد لا يرتبك هو سمبل يعني ان شاء الله نتمنى يعني وصلنا للشيء المهم واتمنى لكم موفقين ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم يوم التخرج واي وقت يعني اي واحد بيكون